أهلا بكم في أعرف. من المؤكد أن موسوعة جينيس تشتمل على عدد كبير من الأرقام القياسية المذهلة التي حققها الناس على مر السنين، فقد بدأت عام 1955 وحتى الآن تتجدد الأرقام والأسماء بها، ويسعى عدد كبير من الأشخاص على مر السنين إلى التواجد في هذه الموسوعة من خلال محاولتهم لفعل أشياء جنونية ومثيرة. اليوم في أعرف جمعنا لكم أكثر 10 أرقام قياسية جنوناً على مر التاريخ، فتابعونا. 1. أكبر عدد من جوز الهند المحطم. تم تسجيل هذا الرقم القياسي من خلال برنامج عروض يعرض على الهواء مباشرة، وفيه قام شخص مغمى العينين بتحطيم حبات جوز الهند الكبيرة والمحاطة بشخص ماكث على الأرض، وهي بالفعل من أكثر الأرقام القياسية جنوناً وخطورة في الوقت ذاته، لأنه كان من الممكن أن يموت هذا الرجل النائم على الأرض أو أن يصاب بجروح بليغة إذا أخطأ رفيقه في التصويب. تم تسجيل هذا الرقم القياسي عام 2014، وحتى الآن لم يستطع أحد أن يحطمه ويسجل رقماً قياسياً جديداً. والآن حاولوا أن تتمالكوا أعصابكم، لأننا سنعرض عليكم مقطع تحطيم جوز الهند. اثنان، تحطيم الأحجار الموجودة على الصدر. يعد هذا الرقم القياسي من أكثر الأرقام جنوناً، إذ أنه مكون من رجلين، الأول يضع الأحجار فوق صدره والثاني يقوم بتحطيمها بمطرقة ضخمة، وقد وصل عدد الأحجار إلى 16 حجراً ثقيلاً، وقد تمكن فيه من تحطيم هذا الكم في خلال 4.7 ثوانٍ. ولا أعلم حقيقة كيف تمكن الرفيق الماكث على الأرض من تحمل هذا الضغط الكبير من الأحجار. 3. دخول كرة السلة في المرمى من فوق ناطحة السحاب. تمكن أصحاب قناة اليوتيوب التي تدعى دوت بيرفكت من تحقيق رقم قياسي جديد متعلق بإلقاء كرة السلة من أعلى ناطحة سحاب لتسقط داخل الشباك، وقد تمكنوا بذلك من تحطيم الرقم القياسي الذي كان قد حققه الأسترالي برايت ستانفورد عندما ألقى كرة السلة من على ارتفاع 126 متر من خلال إلقائهم للكرة من على ارتفاع 162 متر. فدعونا الآن نشاهد مقطع قذفها ولحظة دخولها في الشباك. أربعة، أطول مسافة للجري بالنيران. حقق هذا الرجل البهلواني النمساوي الذي يدعى يوسف تودلينغ عدداً كبيراً من الأرقام القياسية التي تشتمل على تحمله للنيران المقادة في ملابسه لأطول فترة ممكنة، ولكن هذا الإنجاز مميز أكثر، إذ أنه يجمع بين إشعال النيران بجسده وفي الوقت ذاته تحمله لجر الحصان له على الأرض، وقد تمكن من تحمل مسافة 500 متر من جر الحصان له بسرعة 35 كيلومتر بالساعة والنار مشتعلة به. وإليكم مقطع تصوير رقمه القياسي لتتأكدوا من أنه الأكثر جنوناً على الإطلاق. خمسة، القفز داخل حمام السباحة. هذا هو الرجل السويسري الذي يدعى لازو شاليرهو، الوحيد الذي تمكن من القفز من على ارتفاع 60 متر، أي ما يعادل مبناً بأربعة طوابق، ليسقط في حمام سباحة صغير وضيق. استمرت القفزة لمدة 4 ثوان، حيث كانت سرعة الرجل 123 كيلومتر بالساعة قبل أن يلمس الماء، وقد احتاج جسده لرعاية طبية بعد أدائه لهذه القفزة، لأن جسده شعر بتوتر شديد وصدمة كبيرة بعد أن قفز من هذا الارتفاع. وكما تعلم، من الضروري أن يلمس أي قافز ماء بشكل عمودي لكي لا يسبب ضرراً بجسده. دعونا نشاهد مقطع تحقيقه لهذا الرقم القياسي المدهش معاً. ستة، قذف كرة البولينج على الرأس.
تمكن جون فيراروا من تحقيق رقم قياسي بعدما قام بقذف كرة البولينج على رأس رجل يحمل فوق رأسه مجموعة من الأحجار. يبلغ وزن كرة البولينج حوالي 7.5 كيلوغرامات، وقد سقطت فوق رأس مساعده مباشرة فحطمت الأحجار في ثانية واحدة ولم تمسه بأي ضرر. وإليكم مقطع قذفه للكرة. سبعة، رجل المنشار معصوب العينين. تمكن الرجل المنشار الأسترالي هول جرين من تحقيق رقم قياسي في تقطيع أكبر عدد من ثمار التفاح بالمنشار وهو معصوب العينين عام 2016، وقد قطع التفاحات إلى 5 حبات، ويعد هذا من أخطر الأرقام القياسية، إذ أن أي خطأ بسيط كان من الممكن أن يميت هذا الرجل. دعونا نرى الفيديو معاً لندرك مدى خطورة الموقف. ثمانية، القفز من الهاوية. تمكن الرجل الشجاع الذي يدعى لاسو شاور من القفز من على هاوية يصل ارتفاعها إلى 58.8 متر ليسقط في بركة مائية عميقة. فقد اختار لاسو الشلالات لتكون مكان قفزته، ووصلت سرعته في القفزة إلى 123 كم/ساعة قبل أن يلمس الماء. تسعة، الرقم القياسي للسقوط الحر. ما هي أكبر سرعة قد وصل إليها الإنسان أثناء السقوط الحر؟ يعتبر الرجل الأسترالي الذي يدعى فيليكس بام جرانتر هو أول إنسان يكسر حاجز الصوت ويتواجد داخل مركبة فضائية. وقد حقق أيضاً فيليكس الرقم القياسي لأعلى قفزة سقوط حر في التاريخ، حيث وصل ارتفاع قفزه إلى 39 كم فوق مستوى سطح البحر. وقد هبط بأمان في صحراء المكسيك، ووصلت سرعته في وقت السقوط إلى 1342 كم/ساعة، وهذه السرعة كما نعلم تفوق سرعة الصوت. ولم تكن هذه التجربة من أجل تحقيق رقم قياسي وحسب، وإنما تم تنفيذها من أجل أغراض علمية بحتة. عشرة، العدو لمسافة 100 متر بالنيران. من المؤكد أننا جميعاً نعلم مسابقات العدو التي تقتصر على مسافة 100 متر، ولكن تخيل أن تركض كل هذه المسافة والنيران مشتعلة بجسدك. تمكن أنتوني من تحقيق رقم قياسي في العدو السريع أثناء اشتعاله بالنيران، وبذلك يعد هو الوحيد الذي تمكن من إكمال دورة 100 متر بهذا الوضع. ومثل ما سترون في فيديو تسجيل الرقم القياسي، كان أصدقاؤه يركضون وراءه بمعدات الإطفاء لينقذوه إذا شعر بعدم قدرته على التحمل، ولكنه أكمل هدفه. هيا بنا نشاهد المقطع. أتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبكم. أراكم في الفيديو القادم. إلى اللقاء.